العجينة إذا طيبة أو منها طيبة هيدي بتختلف بالبرودكت بحد ذاته. يعني بنرجع بنقول البرودكت تبع الطحين إذا مشغول مظبوط وقديش عنده سحب مي، يعني قديه بيستوعب مي. كل ما استوعب مي كل ما طلعت البيتزا أطيب. يعني إذا فيها برسنتج مي 60% بتختلف إذا فيها مي 50% عن الطحين قديه بيستوعب. يعني جود كواليتي إذا الطحين هو عنده هو يعني الطحين كل ما بيستوعب مي كل ما البيتزا طلعت أطيب. يعني بعدين بعدين في بيدخل الفاكتور الثاني اذا عم تستعمل زيت زيتون مزبوط ايطاليان زيت زيتون يعني او اكسترا فيرجن زيت زيتون، اذا عم تستعملي الخميره اذا خميره ام ولا خميره كيميكال، يعني هودي الخميره اللي بيقولوا عنها دراي الدراي ييست. اذا كل هول الفاكتور بيعطوك بيتزا طيبه او مش طيبه. بعد في الاهم شغله انه هي قد ايه عمليه التخمير اللي بدها تكون. إذا عندي طحين مزبوط وكل البرودكت مزبوط حرام انزعم ببيتزا اني دغري اعملها دغري اعجنها ودغري اطبخها مش حتطلع طيبة. لكن لازم يكون عندها تخمير المينيموم لازم يوصل لل 48 ساعة 48 ساعة يعني لأنه خميرة الأم هي بدها وقت طويل لحتى تطلع.